استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة الوفد المشارك في أعمال الاجتماع 15 للجنة التعاون العسكرية البحرينية المصرية المشتركة العليا برئاسة اللواء بحري أركان حرب حسين مصطفى الجزيري مساعد رئيس هيئة الأركان للحرب للقوات البحرية بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن دياب بن زجر النعيمي رئيس هيئة الأركان. تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأخوية القائم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها بما يخدم التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.